وإلى حيفا، حيث نظمت جمعية الثقافة العربية معرضا للكتاب للسنة الثالثة على التوالي في مقر الجمعية في حيفا داخل الخط الأخضر. ويستمر هذا المعرض 8 أيام، ويحتوي على آلاف الكتب العربية الصادرة في فلسطين والعالم العربي. لنتابع. للسنة الثالثة على التوالي ننظم في جمعية الثقافة العربية في حيفا معرض الكتاب السنوي الذي تحول إلى حدث يعني ثقافي ضخم في الداخل الفلسطيني، كونه يوفر مئات العناوين من الكتب العربية إصدارات في العالم العربي وأيضا في فلسطين للجمهور الفلسطيني في أراضي 48. الكتب كتير متنوعة في المعرض، يعني ما بين كتب أدبية اللي هي كمان بتحاكي كل الأجيال ومواضيع مختلفة، من سياسة، من القضية الفلسطينية، من كمان أشياء ذاتية، يعني من هموم كمان لجيل كتاب في العالم العربي ما بعد الثورات العربية، كمان لأدب اللاجئين، أدب نسوي، وكمان في كتب اللي صدرت حديثا مثل اصدارات المركز العربي للابحاث ودراسه السياسات، جميعها وفرناها وموجوده، يعني احدث الاصدارات كلها موجوده هون، اللي بتقدم معرفه يعني كثير كبيره في عده مواضيع مختلفه، منها قضايا ديمقراطيه، منها قضايا سياسيه، تاريخ الثورات العربيه، التحول الديمقراطي وغيرها من المواضيع. في للأطفال تنوع عديد، يعني وإحنا كمان بنختار كتب بعد استشارة ناس مهنيين ومختصين في مجالهم لنجيب أفضل يعني الإصدارات تكون موجودة. أهمية المعرض أنه هو بيعزز من الهوية العربية من خلال توفير هاي الكتب والإصدارات في مدينة حيفا في ظل سياسات إسرائيلية بتحارب هويتنا العربية والفلسطينية وبتحارب امتدادنا وتواصلنا مع العالم العربي. خصوصية تنظيم المعرض في مدينة حيفا كون حيفا تاريخيا كانت مركز ثقافي فلسطيني كمدن فلسطينية عديدة قبل النكبة عام 48، وهي المبادرات بترجع تعزز من مكانة المدينة الفلسطينية بالنسبة لنا كفلسطينيين فقدوا الوطن، وبنحاول ان نحيي يعني مبادرات اللي تعاود تعيد هذا المشهد اللي شهدته حيفا وكمان بشكل معاصر. معنا من حيفا مصطفى ريناوي، عضو جمعية الثقافة العربية. أهلا بك معنا. للسنة الثالثة على التوالي يتم تنظيم معرض للكتاب، ما الجديد في هذه السنة خصوصا وأنه يتم في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا؟ أهلا فيك وبجميع المشاهدين. إحنا هاي السنة هي السنة الثالثة. الشيء الأساسي في المعرض هو زيادة عدد مراكز الدراسات ودور النشر اللي تم التواصل معها، وزيادة العناوين الموجودة في هذا المعرض اللي واجهوا بالمقابل تحدي جائحة كورونا، اللي هو إحنا أيضا تحديناه العام الماضي، ولكن قدرنا نوفق ما بين قوانين السلام العامة وما بين وجود الناس والجمهور وجذب الجمهور لهذا المعرض. هذا المعرض إحنا أكثر كان بيبحث في المضامين. في السنة الأولى كان فقط يعني مراكز الدراسات والكتب البحثية. في هاي السنة إحنا في الزاوية الخاصة بالأطفال، زاوية الأدب، ولكن بالأساس كله في يعني بحث في مضامين اللي هي بتروي روايتنا الفلسطينية، ومضامين أخرى اللي هي بتعمق قيم مناصرة العدالة وحقوق الإنسان. وهون في شيء خاص جدا في الداخل الفلسطيني، كوننا إحنا من البداية من سنوات المدرسة للجامعة للمصادر الإعلامية الأساسية، إحنا دائما الاستعمار بيقدم لنا القيمة المعرفية اللي هو بحاجة مشروعه. فبالتالي في جمعية الثقافة العربية هذا يعد تحدي أساسي، كونه إحنا بنقدم المضامين الفكرية المناصر للعدالة ومن أقطار عربية مختلفة. بما أنك تحدثت عن بعض التحديات، ما أبرز التحديات التي واجهتموها خلال
تنظيمكم لهذا المعرض؟ تمام. اولا اصعب تحدي كان هو وصول الكتب الى حيفا. احنا يعني بتواصل مع المركز العربي للدراسات في الدوحه، مكتبه الارشيف في عمان اللي هي كمان بتقدم لنا عناوين من لبنان ومن العراق ومن مصر وغيرها من الدول العربيه، فبالتالي هذا اصعب شيء انه احيانا بعض العناوين ما بتصلنا كونه يعني احنا واقعين تحت الاحتلال، فبالتالي في مراقبه على البيروقراطيه معينه اللي ما بتوصل جزء من هاي العناوين. التحدي الثاني الاساسي اللي هو واجه كل موضوع المعرض من بدايته، من المعرض الاول حتى المعرض الثالث، هو كيفيه استقطاب بالذات الجيل الجديد للقراءه وللقراءه يعني باللغه العربيه وايضا بالمضامين اللي حكينا عنها. وبهذا التحدي احنا حولنا معرض الكتاب اكثر لمهرجان ثقافي اللي بتضمن ندوات وفعاليات معينه اللي من خلالها بنجذب شرائح مختلفه من الناس، بالتالي قدمنا مضامين ايضا مختلفه ومتنوعه. حول ماذا تركزت هذه الندوات والنقاشات؟ تمام. احنا في هذا المعرض عندنا اربع ندوات اللي هي راح تكون مع دكتور احمد سعدي من خلال كتاب الرقاب الشامل اللي اصدره مركز دراسات العربي في مركز العربي للدراسات عفوا في الدوحه. في ايضا احنا راح يكون عندنا ندوه اللي خاصه بكتاب العلاقه ما بين الوكاله الصهيونيه اليهوديه وقيادات سورية في سنوات ثورة 1929 لدكتور محمود محارب، وأيضا مع الكاتب يحيى عبادي حول رام الله شقراء اللي هو مختص في دراسة مدينة رام الله. فهو يعني اختصاص هذا المعرض والندوات اللي حوله هي حول الاحتلال وحول روايتنا وكيفية توصيل المعرفة البحثية لجيل الشباب بالأساس أو للقراء من فلسطين الداخل فلسطين 48 حول روايتنا وصد الرواية الصهيونية. مثل ما قلت هي رواية اللي بتبدأ معانا من المدارس لمصادر كثيرة، فبالتالي هذا هو العنوان الأساسي لهذا المعرض. عضو جمعية الثقافة العربية مصطفى رناوي، شكرا لك.